تسلم والي شمال دارفور محمد حسن عربي مهامه رسميا بعد إكمال إجراءات التسليم والتسلم بينه والوالي السابق اللواء ركن مالك الطيب خوجلي. وتعهد والي شمال دارفور محمد حسن عربي بتحقيق الأمن وتوفير الخدمات ومعالجة قضايا معاش الناس وبسط العدالة وتحقيق شعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والعمل على تنمية وتطوير شمال دارفور. فيما هنأ الوالي السابق اللواء ركن مالك الطيب خوجلي خلفه لنيله ثقة الحكومة وأتمنى له التوفيق في قيادة مسيرة الولاية في هذه المرحلة الحرجة من عمر البلاد. وأشار إلى التحديات التي تعترض العمل العام خاصة الأمن والخدمات في المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وأكد وقوفه سندا للوالي لتجاوز كافة التحديات ومواصلة الإنجازات التي بدأها في مختلف المجالات.